متابعي الماروك أطلس سبور داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، كنقول لكم مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي. كنشكركم على الدعم، على البارتاج، على الآراء ديالكم والتشجيعات ديالكم أيضا. كنتمنى دائما أنكم تستمروا في الدعم هذا، وأيضا تضغطوا على زر الإعجاب لأنه مهم في الفيديو، وتفرجوا في الفيديو من الأول حتى الأخر. وغادي نبداو على بركة الله، غنهضروا على أخبار ديال فريق الرجاء البيضاوي بخصوص المستشهر اللي وقعوا لي فريق الرجاء البيضاوي، غيدخ في الخزينة ديال المالية ديال فريق الرجاء البيضاوي 600 مليون في السنة. كنظن أن هاد المنحة أو الدعم ديال هاد الشركة هادي فهو مهم جدا لفريق الرجاء البيضاوي في ظل الأزمة اللي ما بغاش تسالي فريق الرجاء البيضاوي. فدائما كنشوفوا رجعنا غير الماضي القريب، فدائما كيديروا التطبيل للشركات اللي غيدير الاستشهار ديال فريق الرجاء البيضاوي، لكن للاسف الحاله ديال فريق الرجاء البيضاوي كتبقى دائما هي الشعار ديالها هو تعيش الازمه في فريق الرجاء البيضاوي، ليعيش بعد الفساد وبعد المنخرطين وبعد المسيرين اللي كيتقاتوا على هاد الازمه الماليه واللي دايرينها كمورد رزق ديالهم كيعيشوا به على ظهر فريق الرجاء البيضاوي. للاسف اللي كنت دائما سباق وكنقول خاص الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تدخل وتراقب الماليه ديال فريق الرجاء البيضاوي وتفتحص الماليه ديال فريق الرجاء البيضاوي وتحاسب اي مفسد في فريق الرجاء البيضاوي كما بغات تكون القيمه ديالو داخل فريق الرجاء البيضاوي، لان عينا من ان نبقاو دائما ندورو في حلقه ديال الازمه الماليه اللي ما عمرها غتسالي. على العموم مستشير جديد اللي كنتمناو انه يكون فيه الخير على فريق الرجاء البيضاوي، المبلغ اللي احنا ما مأكدينش منه، لكن سولنا بعض المنخرطين الشرفاء قالوا لنا راه المبلغ هو 600 مليون سنتيم. على العموم مبلغ اللي غيكون مهم لفريق الرجاء البيضاوي. غادي نهضروا على المباراه ديال الرجاء وبركان والحكم محمد البارودي اللي غيكون حكم ديال المباراه ديال نهضه بركان والرجاء البيضاوي. المشكل ديال فريق الرجاء البيضاوي نهضه بركان دائما هو التحكيم، وجل المباريات ما بين فريق الرجاء البيضاوي والنادي نهضه بركان فكيكون البطل ديالها هو الاخطاء التحكيميه اللي كتكون دائما ضد فريق الرجاء البيضاوي. وحنا ما كنهضروش من فراغ، الصوره واضحه لكم، الفيديوهات واضحه لكم، المباريات اللي دازوا نتحدى اي واحد يمشي يتفرج غير دائما الاخطاء. وشفنا النزع ديال القميص ديال بدر بانون في مباراه ديال الرجاء وبركان، دائما مباريات ديال بركان والرجاء كيكون واحد الظلم تحكيمي واخطاء تحكيميه ما عرفناش واش مقصوده ولا ما مقصوداش. المهم دائما في مباراه ديال الرجاء وبركان كيكون الشعار ديالها هو التحكيم كيكون ضد فريق الرجاء البيضاوي. هذه النقطه هذه ما هضروش عليها هذوك المتابعين ديال فريق الرجاء البيضاوي، دوك المؤثرين اللي تابعين فريق الرجاء البيضاوي اللي ما كيهضروش على هذا الشيء، هذا ما كيهضروش عليك، ما كيبغيوش يديروا واحد لابريسو على التحكيم باش يكون نزيه في هذه المباريات هذه. فالاغلاط اللي كيديروا هاد الناس هادو هو انهم كيتبعوا الاشاعات وما كيهضروش على شي حاجه معقوله. هل معقول خصهم يهضروا عليه؟ مباراه ديال الرجاء وبركان راه كيكون البطل ديالها هو الحكم، دائما يكونوا اخطاء تحكيميه مؤثره ضد فريق الرجاء البيضاوي. حنا من الدور ديالنا اننا خصنا نديروا واحد الضغط على التحكيم باش انه ينجح المباراه وانه يخرج باقل الخسائر، ويكون هو الفيصل ويكون هو العداله داخل رقعه الميدان. انا ما كنبغيش ان التحكيم يكون مؤثر دائما على فريق الرجاء البيضاوي ولا على اي فريق، لان المرحله هذه ما بغيناش انها تكون مرحله ديال الفراغ وتكون مرحله ديال اننا هازين الهم التحكيم وما هازينش الهم الفرق اللي كنلعبوا معها. على العموم المباراه ديال نهضه بركان والرجاء مباراه اللي ما سهلاش وما صعيباش بكل صراحه، اللي صعيب فيها هو التحكيم. كنتمنى التحكيم يكون في النهار ديالو، كنتمنى التحكيم يكونش مؤثر على فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى من التحكيم يكون عنده واحد الشجاعه في اتخاذ قرارات، لان ما يشوفوش نهضه بركان كواحد الفريق للحكام كيبغيو انهم
ميخطئوش معاه ولا مي يتغاضوا على بعض الاخطاء والتدخلات اللي كيديروا اللاعبين ديالهم اللي باش نكونوا واقعيين وصريحين. اللاعبين نهضه بركان ما كيخافوش من التحكيم وما كيخافوش من التدخلات اللي كتكون ضد الخصوم. علاش؟ لانهم عارفين ان التحكيم نوعا ما كيخاف من بركان، وهذا هذا واقع خصنا نهضروا عليه. كاين واحد النوع ديال التخوف ما عرفناش السبب علاش ما بغيناش نهضروا في هاد لي ديطاي هادو. اللي بغينا نهضروا هو ان التحكيم خصو يكون واحد اللي عنده واحد الشجاعه واحد الكاريزما انه يكون كيقوم بالعداله داخل رقعه الميدان، ولا كان اي تدخل خشن ضد اي لاعب كما بغى يكون فخصو يكون شجاع وخصو انه يعطي العقوبه الانضباطيه اللي كيستحق داك التدخل. فشفنا بالحليب نهار مشات ليا ركبتو، ما الرجاء البيضاوي كان اكبر خاسر في ديك المباراه، ماشي بالنتيجه ولكن بانه مشى لي لاعب مده شهور، مشاو لي مشى لقطر باش يدير عمليه، ما كانش واحد التوضيح من التحكيم اللي كان للاسف بالقياده ديال رضوان جيد اللي ما كانش في النهار ديالو داك النهار. ودائما في المباريات ديال الرجاء كيكون علامه استفهام، يعني كيكون اخطاء تحكيميه للاسف كضر فريق الرجاء البيضاوي. ف ما بغيش نهضر بزاف المسائل التقنيه والمسائل ديال فريق الرجاء البيضاوي ومباراه والتحليل ديالها، اكثر ما اننا كنتخوفوا من التحكيم انه يكون مؤثر في هذه المباراه ديال نهضه بركان وديال الرجاء البيضاوي. والكل هنا غيتفق معايا، راه ما كاينش شي واحد هنا اللي فاش كتهضر على مباراه ديال الرجاء وبركان ما كتدخلش التحكيم وسطهم. علاش؟ لان التحكيم دائما كيكون ضد فريق الرجاء البيضاوي، لان كيكونوا اخطاء للاسف الشديد كتكون مؤثره على فريق الرجاء البيضاوي. ومعمر شي مباراه ديال الرجاء ولا بركان كان الضحيه ديالها هو بركان، دائما المباراه ديال الرجاء وبركان كيكون الضحيه ديال التحكيم هو الرجاء البيضاوي. نرجعوا المباريات كاملين ديال الرجاء وبركان غنشوفوا ان الرجاء البيضاوي كياكل العصا مزيان مع بركان، دائما اللاعبين كيتواتوا، دائما تدخلات خشنه ضد اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، التحكيم كيكون لين مع اللاعبين ديال نهضه بركان، وهذا خطا كبير كيقوم به التحكيم. خاص تكون عقوبات زجريه، عقوبات انضباطيه قويه ضد اي لاعب، وهذه ماشي غير اللاعبين نهضه بركان، حتى اللاعبين ديال الرجاء وحتى اللاعبين ديال الوداد واللاعبين ديال الجيش، باش تكون عندنا كره نقيه وحتى اللاعبين ما يبقاوش ديك التدخلات الهاويه ويكونوا كيعرفوا كيفاش يلعبوا كره. على العموم مباراة اللي غنقدروا نقول لكم اهم شيء فيها هو خاص الرجاء تربح، اهم شيء فيها هو ان الرجاء البيضاوي ما خصهاش يبقى يضيع في الفرص، اهم شيء فيها هو التركيز، لان اللاعبين الرجاء البيضاوي حاليا ما غاديش كندي ما غيستافدش من اللاعبين اللي وقع لهم بسبب انه كاين باقي ديك العقوبات ديال رفع المنع، بقى ما مقدروش اداره فريق الرجاء البيضاوي يحيدوها، هذا موضوع اخر غنهضروا عليه حتى هو. الان نقدروا نقولوا مباراه ديال نهضه بركان والرجاء، فاهم شيء عند اللاعبين حاليا حتى دابا باقي عندها تشكيله مزيانه، فخاص اللاعبين يكون عندهم تركيز كثير بزاف خصوصا فاش كيوصلوا المربع العمليات. فما تخلعكمش ديك الانتدابات اللي دايره بركان ولا اي فرق ولا حتى الوداد، للاسف اللي شفنا النموذج ديال البدراوي كيتكرر، هذا موضوع اخر حتى غنهضروا عليه في هذا الفيديو اللي غنكملوا الان الموضوع ديال الرجاء وبركان. فخاص التركيز، اهم شيء هو التركيز ديال اللاعبين امام المرمى، فالمباراه خصك تقتلها في الشوط الاول. الا سجلتي الهدف الاول ما ديرش الغلط اللي كان كيديروا زيمباور، هذا الميساج لوسامير المدرب ديال فريق الرجاء البيضاوي، زيمباور كان كيضرب بيت كيرجع للور، وهذا خطا كبير اللي كنت ديما كنتاقدوا عليه. فما خاصش يكون المدرب بهذه السياسه، خصو يكون لا ماركا الاول يقلب على الثاني ولا ماركا الثاني يقلب على الثالث. راه الجيش ربحات البارح الشباب المحمدي ب 5-0، 5-0 هاي دابا هي الاولى بالفارق الاهداف. فالرجاء البيضاوي خص اي فريق خصو ان يلعب معاه خصو يعطيه حسابه مزيان ويعمره مزيان باش تلعب الدورات الاخيره وانت مرتاح. فدائما الرجاء البيضاوي
كيصعب عليه البطوله من البدايه ديال البطوله. هذا هو هذا واقع خصنا نعرفوه، ان الرجاء البيضاوي كيصعب عليه البطوله من البدايه ديال البطوله، كيولي اخر العشرات الدورات الاخيره كيلعبها بصعوبه. فنتمنى واحد السعيد فريق الرجاء البيضاوي في هذه المباراه، نتمنى انه يكون في النهار ديالو، انها تربح الرجاء البيضاوي هذه المباراه هذه، وتبقى غادا في سلسله لا هزيمه، وتحقق رقم قياسي اللي غيكون رقم قياسي عالمي اللي غتفتخر به المملكه المغربيه، البطوله المغربيه، الجامعة الملكيه المغربيه، وفريق الرجاء البيضاوي بطبيعه الحال غيفتخر به. ما كاينش فريق في العالم غيقدر يوصل لهذا الرقم اللي وصلت ليه فريق الرجاء البيضاوي. اما بخصوص المشاكل ديال الازمه الماليه، الازمه الماليه كما قلت لكم مشروع ديال كل من يدور في فريق الرجاء البيضاوي، خرجوا بعض الصفحات الالكترونيه كتنتقد متولي على انه ماشي راجل، كتنتقد العرجون، كتنتقد بعض اللاعبين. نقدر نختلف لكم على الصبار لانه لعب سنه واحده ومشى سين الفريق اخر، ومازال ما بغاش يلقى الحل مع فريق الرجاء البيضاوي وطالب المستحقات ديالو كامله، لانه سيني عقد معدي 3 سنوات والاول لعب فيه غير سنه. متولي اخوان الله يجزيكم بخير، ما تبقاوش تابعين الموجه. هذا السيد لم يتولي لا الحداد لا العرجون لا النهيري، لا راه هاد الناس هادو راه فازوا معاك بالالقاب، وهاد الناس هادو كانوا هما الاولين اللي خصهم ياخذوا رزقهم، راه بالحالي وباقي ما واخدش رزقه، راه لاعبين بزاف ما خداوش رزقهم فريق الرجاء البيضاوي، ودائما كيسينو بروتوكولات باش الرجاء ترفع الملعب. الا رفضوا انهم ما يوقعوش هذا البروتوكول من حقهم، من حقهم الى رفضوا انهم ما يوقعوش بروتوكول من حقهم. علاش؟ لان راه ما يمكنش انك كنتي مساهم في انك جبتي ديك 17 مليار اللي فازت بها فريق الرجاء البيضاوي، وفي الاخر تبقى تسنى في ليتيج ودوز سنوات وسنوات وما تاخذ والو. الخطا هنا ديال من ديال الاندلسي وديال محفوظ، اكثر هو الاندلسي. الفتره ديال الاندلسي فتره كانت كارثيه، باقي كندفعوا الثمن ديالها حتى لدابا، وما كاينش شي حد لحد الان من المسيرين ديال فريق الرجاء البيضاوي حمل المسؤوليه الاندلسي. حنا ما كنقولوش لانه دا شي حاجه او كاين اختلاسات، لا، كنقول للاعبين ما تخلصوش، وانت كانت عندك 17 مليار في المشات، علاش ما سبقتيش هاد اللعابه اللي كانوا هما الاولين خصهم ياخذوا رزق ديالهم؟ فمشكل ديال ليتيج خصو الان خصو يتحل. انا مع هذا القرار ديال اللاعبين انهم ما يسمحوش في رزقهم، انا معاه، وما خاصش شي واحد ينوض يبدا يسب فيهم وينتقدهم، لان مشروع ديال ليتيج ولا كياخذوا اي رئيس كيقول لك هاني غنسيني مع بروتوكول ومبقى الجرجر فيه، هادشي خصو يتحيد. الرجاء قائمه بالذات ديالها، الرجاء راه مقوله، الرجاء راه شركه كبيره، الرجاء راه اسم ديالها راه كيجيب الملايير، ما خصناش هذا المصطلح ديال الازمه الماليه عينا منه وخاس الجامعه. كنتمنى من الشرفاء اللي كاينين في الرجاء البيضاوي، لا من المسيرين ولا من المخرطين، انهم يدفعوا التماس للجامعه الملكيه المغربيه باش تقوم بالتنظيف ديال البيت الرجاوي، لان البيت الرجاوي خصو يتفتح فيه تحقيق، خصنا نعرفوا شكون اللي كيبغوا الفريق الرجاء البيضاوي، شكون اللي باغي ان الخير لفريق الرجاء البيضاوي، باش على الاقل نحاربوا دوك المفسدين اللي داخلين غير بالسنطيحه لفريق الرجاء البيضاوي. فحاليا بعض الاخبار كتداول على ان الوزير السابق العالمي بغى يترشح فريق الرجاء البيضاوي، اخبار غير مؤكده، لكن حبذا انا كشخصيا كنت من هذا السيد هذا، لانه كفاءه عاليه، رجل مقاولاتي، رجل صاحب شركات، رجل اللي عنده تجربه عالميه، يقدر يفيد فريق الرجاء البيضاوي. غادي ننتظروا الايام القليله، حيت انا قلت الا ما كانش شي رئيس بالحجم والمواصفات ديال العالمي او مواصفات ديال رجل اعمال ناجح، ما نهضروش على البدراوي، نهضروا على الناس اللي كاينين في فريق الرجاء البيضاوي. كاين حتى مزوار، كاين حتى العمور، كاين الصويري، كاين الناس اللي دازوا فريق الرجاء البيضاوي عطاو، فهادو كنتمناو انهم يرجعوا لفريق الرجاء البيضاوي ويسيروا فريق الرجاء البيضاوي، لان مشكل ديال الازمه الماليه خص تحيد من فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي قائمه بذاتها، الرجاء البيضاوي
هاد السيناريو ديال الازمه الماليه قزمها بزاف وزاد قزمها اكثر واكثر. خاص نحيدوا الازمه الماليه، خاص اللي غيشد فريق الرجاء البيضاوي غادي يفك المشاكل ديالها، غادي يخدم فريق الرجاء البيضاوي، غادي تولي الرجاء البيضاوي عندها واحد راس مال قوي تقدر تدخل به سوق الانتدابات، تاخذ اي لاعب من الجوده الاولى تاخذه وتجيبه للفريق ديالها. ف البروفيل ديال الوزير السابق مناسب لفريق الرجاء البيضاوي، الا ما كانش فمن الاحسن يبقى عادل هذا هو اللي كيسير فريق الرجاء البيضاوي. على الاقل هذا المكتب شفنا انهم مكتب شرفاء، مكتب كيخدموا بالمعقول، رغم انهم ما كنحملوهمش المسؤوليه ديال هذا الفشل اللي كيوقع ديال الازمه الماليه، ما كنحملوهمش المسؤوليه اكثر ما كنحملوا المكاتب السابقه اللي مرات، وخاصه المكتب ديال مول 17 مليار اللي كان هو كرئيس خرج وصرح امام العلن ان نهايه الازمه الماليه انتهت هذا اليوم، وفي الاخير كنجيو هنا 2023 2024 وغادي 2025 ومازال كنسمعوا ان مازال الازمه الماليه باقه في الرجاء البيضاوي. وهذا الشيء هذا رعينا منه كناس عزيز عليهم فريق الرجاء البيضاوي، فهذا المصطلح عينا منه خصو ينتهي حاليا. اما بخصوص الانتدابات ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي خصنا نهضروا عليها، حتى هي كانت انتدابات معقوله نوعا ما. الحمد لله المكتب ما زلقش ديك الزلقه اللي زلقوها الفريق المنافس او الغريم، فنموذج البدراوي الان بدينا نشوفوه في فريق الوداد البيضاوي، باش نكونوا صريحين نهضروا عليهم شويه حتى هما، باش الرجاء البيضاوي والجمهور ديالهم ما يبقاش يدفق مع اي موجه، خصو انه يكون ثقيل ويدير واحد الرزانه شويه، لان اللي كيسبق السوق راه قالوا لنا زمان اللي كيسبق السوق راه ما شفنا جا. ف شفنا البارح المباراه ديال الوداد وديال الفاس، شفنا السوق اللي دخل ليها رئيس فريق الوداد البيضاوي هشام ايتمنى سوق انتدابات وجاب اغلب اللاعبين وسلط عليهم الاضواء اعلاميا، ها البرازيلي ها هذه، باش ناكد لكم صراحه اللاعبين البرازيليه راه ما يمكنش انك تجيب شي لاعب برازيلي بثمن ديال 300 ولا 400 مليون ولا 500 مليون ويكون من الجوده العاليه. فايتمنى جاب لاعبين لعاديين في البرازيل بحالهم بحال النموذج ديال البطوله ديالنا، شراهم بواحد الثمن معقول، سلط عليهم الاضواء. ولكن الغلط اللي داروا هنا هو انه دخل في انتدابات من اجل انتدابات. علاش؟ لانه الكثره ديال الانتدابات كيسلط على الاضواء وكيبين بانه باغي يخدم الوداد، لكن عقله مزيان ان السياسه ديال ايتمنى راه بانت في مباراه ديال الشباب المحمديه والجيش، وشفنا ما وقع عليه شباب محمديه، كارثه 5-0 خسروا مع الجيش، والسبب ديال هذه الهزيمه بشكل مباشر كيحملوه الايتمنى لانه كان هو الرئيس الفعلي ديال الشباب المحمديه، الان اصبح رئيس ديال فريق اخر. فما بغيناش اننا نبقاو نزلقوا في هذه القضيه ديال الانتدابات ونبقاو اننا نقلبوا على انتداب من اجل لا، لكن انت غتجيب انتداب تجيب اللاعب اللي غادي يلعب رسمي، اللاعب اللي غيلعب رسمي، اللاعب اللي غيخلق لك الفريق، لاعب حتى الا دخلتيه في دوزيام ميطا كيعطي بحال رياض بن عياد. رياض بن عياد كان كيدخل كان كيعطي. والان الاخبار اللي كنسمعوا في داخل فريق الرجاء البيضاوي، جاو شي منخرطين رايحوا مع المكتب المسير طلبوا منه انه يعاود يفتح باب مفاوضات مع اللاعب رياض بن عياد، مستعدين انهم يدعموا ماليا هذه الصفقه هذه. فما عرفناش الان الامور فين غتمشي، واش الرجاء البيضاوي غيعاود يفتح باب مفاوضات مع رياض بن عياد ام لا. فعلى العموم غنتظروا الايام القادمه، لان اللاعب بروفيل ديالو مهم فريق الرجاء البيضاوي، الرجاء البيضاوي كيلعب حاليا بدون راس حربه، وهذا مشكل عويص غادي ياثر على فريق الرجاء البيضاوي مستقبلا. على العموم هادشي اللي كاين في اخبار فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى منكم كالعاده تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب مع تعليق الفيديو والاشتراك في القناه. شكرا لكم والى اللقاء.